إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا ومعلمنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصراع بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، بين الخير والشر، بين أهل الخير وأهل الشر، بين المفسدين والمصلحين، بين المؤمنين والمنافقين والكافرين، قائم منذ خلق الله تعالى آدم عليه الصلاة والسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا. حامل لواء الشر والفساد في الأرض بشهادة الله في كتابه الكريم هم اليهود. قال الله تعالى: ويسعون في الأرض فسادا. حامل لواء الحقد والكراهية والشر للمؤمنين والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بشهادة الله في كتابه الكريم هم اليهود. قال الله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا الذين أشركوا. حامل لواء القتل والتعذيب والتشريد والإبعاد للمؤمنين والصالحين في مشارق بشهادة الله في كتابه الكريم. قال الله تعالى: كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. فهذا المعدن الخبيث وهذا الجسد ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. الله تعالى بالذلة والمسكنة في مشارق الأرض ومغاربها. الله، فهؤلاء الناس أيها الإخوة الكرام غضب الله عليهم. قال تعالى: ضربت عليهم الذلة والمسكنة أينما ثقفوا، أينما وجدوا، أينما كانوا، إلا بحبل. قال العلماء: الحبل من الله والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، الإيمان بالله تعالى. فانقطع بكفرهم كما قال سبحانه وتعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. لما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم المذكور في التوراة إلا بحبل من الله، الحبل من الله والإيمان بالله والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، هذا انقطع لأنهم كفروا به. الحبل من الناس في كل زمان وفي كل مكان، يهود في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبي بن سلول رأس المنافقين، هذا حبل من الناس. ذلك الآن أيها الإخوة الكرام، هذا الكيان الصهيوني المغروس في قلب الأمة المسلمة، من يحميه ومن يدافع عنه؟ اللوبي الصهيوني في كل حكومات العالم، في أوروبا أيها الإخوة الكرام. ونزلنا عليك الكتابة كل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، تبيانا لكل شيء. القرآن بين لنا كل شيء أيها الإخوة الكرام. وفي القرآن العظيم العلوم الطبية والعلوم السياسية وكل العلوم موجودة في كتاب الله، فالعلوم السياسية والعلاقات الدولية موجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى. كيف نتعامل مع اليهود؟ كيف نتعامل مع النصارى؟ كيف نتعامل مع الكفار؟ كيف نتعامل مع الكفار المسلمين ومع غير المسلمين؟ كل هذا موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى. إلا من أبى وكفر وجحد. يجي يقول لك اليهود أهل كتاب، نعم أهل كتاب، لكن غضب الله عليهم، لكنهم محتلين، لكنهم احتلوا واغتصوا، إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. الذين قاتلوكم في الدين قاتلونا، قاتلوا إخواننا في أرض فلسطين، فنهانا الله عز وجل. كذلك يقول الله تعالى عن موالاة هؤلاء الناس، قال: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما.
الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقال سبحانه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال تعالى: ها أنتم أولئك تحبونهم لا يحبونكم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. القرآن عظيم أيها الإخوة الكرام، القرآن عظيم. واحد ما يجي يتفلسف ولا يفسر هذا القرآن بمنظار سياسي مصلحي، ما كاش. القرآن واضح وضوح الشمس. والنصارى أولياء، كلما عاهدوا عهدا نبذوه، كلما عاهدوا عهدا نقضوه. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. هذا المعدن خبيث أيها الإخوة الكرام. واحد ما يجي يتفلسف يقول لك خوتنا اليهود وبيع وشراء وأخذ وعطاء. القرآن واضح، لا يوجد في دين الله كهنوت، ولا يوجد في دين الله قراءة. الإسلام واضح وضوح الشمس. القرآن عز وجل تبيانا لكل شيء. الله بين في هذا الكتاب كل شيء. فالمسلم يتخذ موقف حازم مع هؤلاء الناس. ونشوف الحماس تاع الشعوب العربية المسلمة ضد هذا الكيان الصهيوني ووقوف مع إخوانهم في أرض فلسطين. لازم نفهم فهم واحد المسألة مهمة جدا، أننا مسلمين مؤمنين. هذه العقيدة تقول رئيس الحكومة الأسبق لما شاف الحماس تاع الجزائريين قالوا احنا ماشي فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين. وجات مؤخرا رئيس الجريدة يومية فيها في المرة هذه وقالت نحن مناش فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين. نقول بأن الشعب الجزائري فلسطيني أكثر من الفلسطينيين. نعم، نحن فلسطينيون أكثر من الفلسطينيين. أحب من أحب وكره من كره. أول فلسطين ما كانش في فلسطين، كان في أرض الجزائر. أول سفارة لبلد فلسطين كانت في الجزائر. أول جيش كونه لتدمير هذه البلاد كان في الجزائر وليس في فلسطين. الفلسطينيون أكثر من الفلسطينيين. نزيد نقول لك معلومة كذلك. مرة هذا جزائري أعرفه دخل إلى المسجد الأقصى عن طريق الأردن بدون وثائق وصلى في المسجد الأقصى. لما جاء خارج حكموه جيش الاحتلال الصهيوني، فشرطوا عليه الشروط، قالوا له باش نطلقوك لازم تعترف بدولة إسرائيل. اعترف بدولة إسرائيل سنين ثم خرج ولم يعترف بدولة إسرائيل. نشوف الرئيس الفلسطينية الحالية كلهم يعترفون بدولة إسرائيل، ونحن الجزائريون لا نعترف بدولة إسرائيل. تروح ال 48 واحد يعترف بدولة إسرائيل إلا جاهل أو منافق. جاهل ما يعرفش القضية هذه ولا منافق. أما غامة الشعب الجزائري